كلمة اللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الحضور الكريم. في ظل الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم أجمع وتأثيرها البالغ على الأمن الغذائي العالمي خاصة في الدول النامية، أصبح لزاماً على الدولة المصرية وضع الأمن الغذائي على رأس أولوياتها، حيث أنه من المكونات الرئيسية للأمن القومي. واعتباراً من عام 2014 تضافرت جهود الدولة المصرية لتحقيق استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. وهذا ما سيتم تناوله بواسطة السيد وزير الزراعة والسيد رئيس الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية. فقد أولت الدولة اهتماماً كبيراً خلال السنوات الأخيرة بالعديد من المشروعات للنهوض بقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به من خلال صيانة الرقعة الزراعية المتاحة ومنع التعدي عليها، بل والإصرار على التوسع الأفقي بها. وفي ذلك الوقت الذي يفقد فيه العالم ملايين الأفدنة سنوياً نتيجة للتصحر والجفاف وتغير المناخ، فضلاً عن الفقر المائي الذي بات يواجه الدولة المصرية، حيث وصلت الفجوة المائية ما بين المصادر والاحتياجات إلى 21 مليار متر مكعب مياه سنوياً، مما دعا القيادة السياسية إلى ما قامت به من توفير لكل نقطة مياه وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة بإعادة تأهيل البنية الأساسية لمنظومة الري لتقليل الفاقد من المياه ورفع كفاءة شبكات الري وإعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع، بالإضافة إلى استخدام الأساليب الزراعية والري الحديث. فكان القرار بإعادة إحياء مشروع تنمية جنوب الوادي بتشكى وتخطي كل الصعاب التي واجهته من قبل ليتصدر مشروع الدولة في هذا المجال. ذلك المشروع الذي طالما عانى من تحديات جمة أوقفته ما يزيد عن 20 عاماً، كان أبرزها هو ضرورة وصول مياه نهر النيل إلى أراضٍ ذات منسوب أعلى وتربة شديدة الملوحة عبر الحائط من الجرانيت بطول 7 كيلومترات، الأمر الذي حث أجهزة الدولة على التكاتف لكي تسابق الزمن في تغلبها على تلك التحديات مع سرعة التنفيذ على مدار الساعة وفقاً لأقصى معدلات الأداء، حيث كلفت القوات المسلحة بالإشراق ضمن أجهزة الدولة لاستصلاح وزراعة 430 ألف فدان بجنوب الوادي تشكى الخير، وقد تجاوزت التكلفة 180 مليار جنيه حتى الآن. وتم تكليف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة باستصلاح وتأهيل 140 ألف فدان منها خلال عدد 2 موسم زراعي، حيث تم استخدام ما لا يقل عن 8000 طن من المفرقعات للتغلب على الحائط الجرانيتي، والتمكن من تنفيذ أعمال التسويات وشق الترع وإنشاء الطرق الرئيسية والفرعية، كما تم تنفيذ ما يلزم من بنية أساسية تضمنت مد خطوط الكهرباء وبناء محطات رفع مياه عملاقة لتوصيل شبكات الري إلى المناسيب الأكثر ارتفاعاً، وذلك من خلال تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية لهذا المشروع العملاق، حيث تم إنشاء 1500 طريق بعروض متغيرة حتى 10 متر وبإجمالي أطوال 1608 كيلومتر، تنفيذ تسويات ل 1403 قطعة أرض لزراعة بالري المحوري بمساحة 140 ألف فدان، شق الترع بإجمالي أطوال 135 كيلومتر بعروض متغيرة حتى 39 متر بإجمالي كميات حفر 40 مليون متر مكعب، هذا بالإضافة إلى إنشاء 109 عمل صناعي. كما تم تنفيذ شبكة الكهرباء لخدمة المشروع بالكامل كالآتي: تركيب حوالي 38 ألف عمود جهد متوسط وما يزيد عن 6500 طن موصلات، مد كابلات الجهد المتوسط والمنخفض بإجمالي 1500 كيلومتر كابلات، تركيب 11 موزع جهد متوسط بقدرة حتى 25 ميجا فولت أمبير و330 لوحة ربط حلقي، بالإضافة إلى 700 محول وكشك كهرباء لخدمة المشروع، فضلاً عن إنشاء عدد 2 محطة رفع مياه عملاقة رئيسية تضم 22 مجموعة رفع بإجمالي طاقات
11,300,000 متر مكعب يوم، و132 محطة فرعية ومساعدة تضم 579 مجموعة رفع للمنسوب يصل حتى 85 متر، وتصرف حتى 652 لتر ثانية، وتركيب مواسير بأقطار حتى 1400 ملي متر بإجمالي أطوال 1650 كيلو متر. ولاستكمال تحقيق الهدف المنشود للمشروع جاري دراسة البدء في تخطيط المرحلة الثالثة من المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بغرض إضافة مساحة من 40 ل 60 ألف فدان خلال الموسم الزراعي 2025 وطبقاً لنتائج الدراسة الجارية، وذلك من خلال تنفيذ البنية الأساسية لشبكة المياه والكهرباء والطرق اللازمة للمرحلة، واستكمالاً لتحقيق رؤية الدولة الشاملة للتنمية في مختلف المجالات. فقد حرصت الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية على تنفيذ شبكة طرق قومية حديثة وتطوير شبكة الطرق الحالية لتحقق نقلة نوعية ومد جسور التنمية إلى قلب الصعيد لتعزيز الاستفادة من الثروات بإجمالي أطوار 6600 كيلو متر وتكلفة مالية تجاوزت 220 مليار جنيه، منهم 50 مليار جنيه لصالح تنفيذ 22 محور أعلى النيل، ربط القطاع الغربي بالشرقي لنهر النيل وتحقيق التنمية المتكاملة. هنا فندم واضح باللون الأحمر ما تم إنجازه ما تم افتتاحه، وباللون الأصفر ما جاري يا فندم. أما يا فندم الأربع محاور اللي احنا هنتكلم فيهم النهاردة وهنفتحهم النهاردة اللي هم مميزين باللون الأبيض، وده فندم بإجمالي أطوال الأربع محاور 91.7 كيلو متر بتكلفة 24 مليار جنيه، منهم يا فندم 2.7 مليار جنيه تعويضات عادلة لعدد 2053 مواطن فني. حيث تولت القوات المسلحة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية مسؤولية تنفيذ العديد من مشروعات الطرق في مختلف أنحاء الجمهورية وفي مقدمتها محافظات صعيد مصر، بهدف رفع المعاناة عن المواطنين من أبناء الجنوب وتيسيراً للحركة المرورية وخلق مناطق تنموية جديدة، ومنها ما نحن بصدد افتتاحه اليوم، محور شرق العوينات الدخلة الفرافلة. يهدف المحور إلى فتح أفاق جديدة لتنمية الزراعية والصناعية بصعيد مصر وتسهيلاً لحركة النقل والربط بين مدن محافظة الوادي الجديد، نظراً لما تشهده المحافظة من مشروعات تنموية أعادت إليها الحياة. المحور يعد شرياناً يربط بين شمال وجنوب الوادي. محور الدكتور هشام عرفات، يعتبر المحور شرياناً رئيسياً يربط بين محافظات القاهرة وبني سويف والمنيا لخدمة أبناء الوجه القبلي وتسهيل الحركة التجارية ونقل البضائع، وقد تم تطوير المحور بإضافة 2 حارة خرسانية كطريق خدمة ليتناسب مع الحمولات الكبيرة لعربيات النقل الثقيل، ولتقليل المسافات بين محاور النيل لتكون بحد أقصى 25 كيلو متر، وربط ضفتي النيل شرقاً وغرباً وتسهيل حركة البضائع والأفراد، تم تنفيذ 4 محاور أعلى نهر النيل بمحافظات الصعيد، تم خلالها تنفيذ فتحات ملاحية بعروض وارتفاعات تسمح بسهولة حركة الملاحة النيلية في الاتجاهين. محور اللواء أركان حرب سمير فرج، يربط المحور بين الطرق بين الطريق الصحراوي الشرقي والطريق أسوان الغربي، حيث يساهم في خدمة الحركة السياحية من مطار الأقصر الدولي شرق النيل إلى المناطق الأثرية بالبر الغربي. محور الدكتور محمد سيد طنطاوي، يربط المحور بين الطريق الزراعي الشرقي والطريق الصحراوي الغربي بهدف خلق مجتمعات عمرانية جديدة بالمناطق الصحراوية ودعم المشروعات الاستثمارية وربط محافظتي قنا وسوهاج بالمراكز والمحافظات المجاورة. محور الدكتور جمال حمدان، يربط المحور بين طريقي أسوان الزراعي الغربي وأسوان الزراعي الشرقي، وقد تم تنفيذه لخدمة أهالي محافظة سوهاج. وأخيراً محور الشيخ محمد صديق المنشاوي، المحور يربط طريق الصعيد الغربي الجديد بالشرق القديم لتسهيل حركة انتقال المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة. سيادة الرئيس، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر إلى رئاسة مجلس الوزراء وكافة أجهزة الدولة الذين كانوا وما زالوا نعم العون، كما أتقدم بخالص الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم المستمر واللامحدود خلال تنفيذ كافة المشروعات التي كلفت بها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وأتوجه بالشكر للمكاتب الاستشارية والهندسية والشركات الوطنية
التي ساهمت في تنفيذ تلك المشروعات بمواصفات فنية وجودة عالية، وأنني سأتقدم بالشكر والتقدير إلى زملائي وأبنائي من رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لأسجل أمام سيادتكم ومن قلب هذا الحدث الكبير أنهم كانوا دائماً مثالاً للتجرد والنزاهة والشرف في تنفيذ كافة المهام المكلفين بها، رافعين شعار يد تبني ويد تحمل السلاح. سيادة الرئيس الحضور الكريم، إن الأوطان لا تبنى بالأمنيات ولا بحسن النوايا، إنما تبنى بسواعد أبنائها وتضحيات شعوبها، فكان العمل هو الطريق نحو بناء جمهوريتنا الجديدة، وهو الأساس الذي أرسلتموه سيادتكم منذ اللحظات الأولى ليحتل وطننا الغالي مكانته اللائقة بين الأمم. سيادة الرئيس، نعاهد الله ونعاهد سيادتكم على بذل المزيد من الجهد لاستكمال مسيرة التنمية لوطننا الحبيب، وأننا عازمون كل العزم على المضي قدماً في معركة البناء والتنمية وتحقيق الإنجاز يعقبه الإنجاز في كافة ربوع الوطن بأعلى جودة وأقل تكلفة وبأسرع وقت. عاشت مصرنا حرة أبية قوية بين الأمم، وعاشت قوتها المسلحة الباسلة. واستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح مشروع عبر الفيديو كونفرنس. محطات رفع المياه الرئيسية العملاقة بتوشكا لواء أركان حرب طارق الوشاحي المشرف على تنفيذ المشروع. تمام يا فندم، تم تنفيذ عدد 2 محطة رفع مياه رئيسية عملاقة للتغلب على فرق المنسوب البالغ 40 متر بعدد 22 مجموعة رفع مياه بإجمالي طاقة 11,300,000 متر مكعب اليوم. يتم تشغيل المحطات بنظام المراقبة والتحكم عن بعد إسكادا سيستم. تتكون المحطة الأولى من عدد 12 مجموعة رفع مياه بطاقة 6,300,000 متر مكعب اليوم. تتكون المحطة الثانية من عدد 10 مجموعة رفع مياه بطاقة 5,000,000 متر مكعب اليوم. تقوم المحطات بتوفير المياه اللازمة لزراعة 100,000 فدان في المرحلة الثانية، وتكفي لزراعة من 40,000 إلى 60,000 فدان في المرحلة المستقبلية. أوامر يا فندم. محور شرق العوينات الدخلة الفرافرة، نقيب أحمد أيمن السيد المشرف على تنفيذ المشروع. تمام يا فندم، المحور بطول 655 كيلو متر وبعرض 3 حارة مرورية بدلاً من 1 حارة مرورية لكل اتجاه، ليربط على طريق توشكا شرق العوينات، ليصبح إجمالي طول المحور 1015 كيلو متر كشريان يربط بين شمال وجنوب الوادي. أستاذي سيادتك يا فندم في افتتاح المحور. أمر يا فندم. محور الدكتور هشام عرفات، نقيب محمد يوسف محمد المشرف على تنفيذ المشروع. تمام يا فندم، المحور بطول 180 كيلو متر تطويره بعرض لكل اتجاه بإضافة عدد 2 حارة خرسانية كطريق. ويشمل عدد 13 عمل صناعي بإجمالي أطوال 527 متر. أستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح المحور. أوامر يا فندم. محور الولاية أركان حرب سمير فرج، نقيب محمد أشرف البشلاوي المشرف على تنفيذ المشروع. تمام يا فندم، المحور بطول 19 كيلو متر وبعرض عدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه، ويشمل عدد 24 عمل صناعي بإجمالي أطوال 7,350 متر، منهم كوبري النيل بطول 1,550 متر. أستأذن سيادتك يا فندم في افتتاح المحور. أوامر يا فندم. محور الدكتور محمد سيد طنطاوي، رائد أحمد سيد محمد عبد المنعم المشرف على تنفيذ المشروع. تمام يا فندم، المحور بطول 28 كيلو وبعرض
ثلاثة حارة مرورية بكل اتجاه، ويشمل 25 عمل صناعي بإجمالي أطوال 3481 متر، ومنهم كوبري النيل بطول 1170 متر. أستاذن سيادتك في افتتاح المحور، أوامر يا فندم. محور الدكتور جمال حمدان رائد أحمد إبراهيم صلاح الدين المشرف على تنفيذ المشروع. تمام يا فندم. المحور بطول 3.7 كيلو متر، وعرض عدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه. يشمل المحور على عدد 5 أعمال صناعية بإجمالي أطوال 1263 متر، ومنهم كوبري النيل بطول 1150 متر. أستأذن سيادتك في افتتاح المحور، أوامر يا فندم. محور الشيخ محمد صديق المنشاوي نقيب محمد جمعة إبراهيم المشرف على المشروع. تمام يا فندم. المحور بطول 41 كيلو متر، وعرض عدد 3 حارة مرورية لكل اتجاه، يشمل عدد 28 عمل صناعي بإجمالي أطوال 2226 متر، يعبر نهر النيل بكبر طوله 810 متر. أستأذن يا فندم افتتاح المحور، أوامر يا فندم.